assalamu alaykum man la rak ali badji bon dina nekh man ni am ali equipe mag la ci mon danche bi te jour yi gëna magam ak mag jaar nañ ko te al ali dal amna histoire bu extraordinaire dal ay fan ci xam nga extraordinaire yi nga xamne dañu ni accompagner jusqu'au te aussi damay deugante souvent ak sama mag ali badji te dal amna lu moji rew ci al ali ne équipe bu ki la dal équipe bu neex la dal te contane na ci trop 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 عايز بقى تعقيب منك على كلام مامينا دو باساج سالي تو المون هو كان هو بيتكلم السنغالي هو بيسلم على الناس كلها الموجوده في الاستوديو اهلي سي ان تري جراند كلوب بيقول اللي عارف ان اي نادي كبير وليه وضعه في افريقيا عن افريقيا هو نمره واحد في افريقيا كلوب تو المون كونه والنادي الكل يعرفه كويس il aime bien le club à travers moi وبيحب النادي من خلالك عشان لعبت فيه فحبه اكتر وانا ببعت له دايما بتواصل معاه على التليفون وبيحكي لي اخبار النادي بيسالني اخبار النادي وبقول له وجه هنا وحضر الماتش بتاع سان داونز وهنا ماتش الذهاب وشاف ان في جماهير كتير وحب جدا الجماهير النادي الاهلي اللي شافها بتساعد الفريق هو اندهش لما شاف فرقه افريقيه عندها العدد الكبير ده من الجماهير qui sentait bien اللي بتأذره وبتقف وراه طول ال 90 دقيقة بتبقى بتشجعه في أندية كتير في أوروبا وفي العالم ما عندهمش قاعدة جماهيرية كبيرة دي هو اندهش لما جه هنا وشاف الماتش واتفرج عليه من البيت هنا في مصر بس اندهش من عدد الجماهير وقال ان المفروض تبقى فخور انك بتحمل الوان او بتدافع عن فانيلة النادي الاهلي زي لا سانس دو جوي دان سيت ايكيب وطبعا اكيد قال يعني ان انا قال انا برضو ان العب فرقه زي دي حاجه زي كده بتضيف لي كتير لان كل الناس بتعرفه وبتحبه وبتحترمه